فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: روى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن عميلة الفزاري حدثنا عبد الله، يعني يقول إن ابن مسعود أوصى أيضا بما أوصى به أبو موسى رضي الله عنهما، لأن ابن مسعود كان قاضيا على البصرة، وكان أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري أميرا عليها، هذا قاض وهذا أمير. نعم. قال: حدثنا حديثا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم واستحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل، فإن تابعوكم فاتركوهم، وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قالوا: لا، بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فعرضوا عليه هذا الكتاب، فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده، وإن خالفكم فاقتلوه، فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه، فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله، ثم جعلها في قرن، ثم علقها في عنقه، ثم لبس عليها الثياب، ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب، فقالوا: أتؤمن بهذا؟ فأومأ إلى صدره، فقال: آمنت بهذا، وما لي لا أؤمن بهذا، يعني الكتاب الذي في القرن. فخلوا سبيله، وكان له أصحاب يغشونه، فلما مات نبشوه، فوجدوا القرن، فوجدوا فيه الكتاب، فقالوا: ألا ترون قوله آمنت بهذا، وما لي لا أؤمن بهذا، إنما عنا هذا الكتاب. فاختلف بنو إسرائيل على 70 ملة، وخير مللهم أصحاب ذي القرن. قال عبد الله: وإن من بقي منكم سيرى منكرا، وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره، أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. نعم، هذه القصة التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه عن بني إسرائيل وتصرفهم مع كتابهم، وأنهم لما ثقلت عليهم الأوامر والنواهي التي في التوراة فكروا في أن يخترعوا كتابا حسب شهواتهم ورغباتهم يكون بديلا عن التوراة، ويقولون إن هذا هو رأي العلماء، يقولون هذا رأي العلماء، فأرجعوا الأمر إلى ذمة علمائهم، فعلوا هذه الفعلة القبيحة فألفوا هذا الكتاب أو لفقوه، ثم إنهم طلبوا العلماء أو أرادوا أن يطلبوا العلماء ليلصقوه بهم أمام الناس، وليقول هؤلاء هذا رأي العلماء والعامة تبع للعلماء، ثم إنهم عدلوا كأنهم تصاعبوا الأمر وخشوا من العلماء، فركزوا على شخص معين وقالوا: ادعوا فلان، هو فلان سيتبعونه إذا أجابكم. فاختصروا الطريق ودعوا هذا العالم، العالم أدرك خطتهم واحتاط لها، فكتب التوراة وجعلها في قرن في داخل ثيابه، يعني استصحبها معه لحيلة يتخلص بها. فلما قالوا له، يعني لأنهم هددوه، إذا لم يقل أنا أوافق قتلوه، وإذا قتلوه فالبقية من بني إسرائيل سيحذرون ويجيبونهم إلى ما طلبوا خوفا من القتل، لأنه إذا قتل فلان لما عارض فإنهم سيبادرون بالاستجابة خوفا من القتل. فهذا العالم وفقه الله لهذه الحيلة العظيمة، فجعل التوراة في قرن في داخل ثيابه، وعرضوا عليه كتابهم الباطل، قالوا: أتؤمن بهذا؟ أشار إلى صدره الذي فيه القرن وقال: أؤمن بهذا، وما لي لا أؤمن بهذا. وهذا من التأويل، هذا من التأويل النافع في هذا الموقف، فهم يريدون شيئا وهو يريد شيئا غيره، فخلوا سبيله وفرحوا يظنون أنه وافقهم على هذا الكتاب. استصعب بنو إسرائيل هذا العمل من هذا العالم، فلما مات نبشوه، فوجدوا القرن معه، فعرفوا أنه خدع بني إسرائيل ولم يجبهم، وعرفوا كذبهم، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بإبراء هذا العالم حيا وميتا. الشاهد من هذا أن فيه حيل بني إسرائيل،
وأنهم حرفوا كتابهم، كما قال الله جل وعلا: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أي نعم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فالتحريف حرفة اليهود والنصارى.